عندما يتحد الخير والعمل الجماعي تحدث تغييرات إيجابية في حياة الناس. هذا ما يظهر بوضوح في المبادرة الجديدة التي دشنتها هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية بالتعاون مع أفران عدن الخيرية، والتي تهدف إلى توزيع قافلة إغاثية غذائية في محافظة الأحج. تأتي هذه القافلة ضمن برنامج الهيئة الرمضاني السنوي الخيري، والذي يستهدف دعم الأسر المحتاجة في محافظات عدن والأحج وأبين، وتحتوي على 2345 سلة غذائية، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 11,000 فرد من الأسر الفقيرة في محافظة الأحج. فإننا اليوم بدأنا تدشين توزيع السلة الغذائية الرمضانية الموسمية التي توزع على مستفيدين من فرع لاحق التابع لأفران عدن الخيرية، والتي تبلغ 2345 سلة غذائية مقسمة على 14 كشك مفرقة على كثير من المناطق في الحوطة وتبن. تستهدف هذه القرية تقريبا 14,000 نسمة في هذه المناطق، وتأتي هذه السلة في من ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة في الموسم الرمضان. المبادرة تعكس التعاون والتضامن القوي بين هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وأفران عدن الخيرية، وتبرز أهمية الشراكة المجتمعية في مجال العمل الخيري والإغاثي. فالجهود المشتركة تمكن من توفير المساعدة اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، وتحسن ظروفهم المعيشية في شهر رمضان الكريم، وتجسد القيم الإنسانية العالية التي يحملها الأفراد والمؤسسات في المجتمع. الجدير بالإشارة إلى أن الدور القيادي لرجال الخير والمغتربين في هذه المبادرة يعكس قوة الروابط الاجتماعية والروح الوطنية التي يحملها الأفراد في قلوبهم، وحرصهم على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.